لكم دياركم ودياركم دارتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مشاهدين برامج قضايا إسلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضيتنا الليلة تتعلق بالمعلم الإسلامي الأبرز، أرفع وأخص أماكن العبادة وأرحب مجال للتجمع الوحدوي وأرقى نماذج القيادة والانضباط المدني، أوثق على الصلة بين المسلم وربه. إنه محور العمل الإسلامي حيث تتجسد أسماء وأقدس معاني الطهر والصفاء، وتتحقق أروع تجليات التعالق الحميم بين الوظيفة الكونية للتعمير وبين الحقيقة المكينة للإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن المسجد مكانته ورسالته هي قضية الليلة، ولتنمية حديث علمي فكري حولها معنا فضيلة الإمام سيدي مولى الراضي إمام مسجد جامع الهدى الهدي النبوي، وهو المقرر العام لرابطة الأئمة الموريتانيين. فضيلة الإمام أهلا بكم. كلمة المسجد وردت كثيرا في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، وأن المساجد لله، المسجد لمسجد أسس على التقوى، مساجد يذكر فيها اسم الله، إلى غير ذلك. المسجد معروف عندنا وعند مشاهدينا الكرام، ولكن تحديد المفاهيم بدقة يعتبر أمرا بالغ الأهمية في نقاش قضية من هذا النوع. إذا نبدأ بالتعريف حول المصطلح والمفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه. أولا، المسجد مشتق من مكان السجود، وهو فعلا الركن من الصلاة الذي يكون الإنسان فيه أقرب ما يكون من الله عز وجل. الركن الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ولذا كان كل مكان اتخذ للسجود والصلاة يسمى مسجدا، وذلك مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه السبعة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت سبعا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالربع بسرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، لآخر السبعة. فعلا هو يطلق بهذا المعنى على مكان الصلاة ومكان العبادة، وهو فعلا من حيث الاصطلاح الشرعي هو المكان الذي يتخذ للصلاة، سواء كانت هذه الصلوات الخمس أو سمع معها الصلاة الجامعة وهي صلاة المسلمين في يوم عيدهم وهو الجمعة. نعم. إذن إشرتم إلى حديث جعلت لي الأرض مسجدا. اليوم نستخدم إلى جانب مسجد كلمة مصلى. ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ وهل المسجد تخص مكانا مبنيا بمواصفات معينة؟ طيب، بالنسبة للمسجد والمصلى هذه أمور مصطلحة عليها الناس، خاصة الجهات المختصة برعاية المساجد بصفة رسمية، فهناك تصنيفات بين المسجد الجامعي وبين المصلى، وكل يتخذ في لوائح توثيقه لهذه المؤسسة العظيمة مصطلح من خلال التصنيف والإدارة. وإلا في الأصل أن كل
مكان اتخذ للصلاة فهو مسجد. طيب هي قال الشيخ محمد الغزالي في تفسير قوله تعالى في بيوتنا إن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يقول اتصوروا أن الرفع بيوتنا إن الله أن ترفع، اتصوروا أن الرفع ليس للدعائم والجدران، إنما هو للساحات الطهور التي تخصصت للركع السجود. هل هذا تفسير غريب؟ طيب لا أرفع ذلك بمعنى تخصيص المسجد دون المصلى. المراد هو فعلا لا، المراد فعلا بالمسجد هو المكان كما قلنا، المكان الذي اتخذ للعبادة والطاعة والقيام برسالة المسجد بشكل عمومي. وهذه الآية التي ذكرت من سورة النور، في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. هذه الآية تشير إلى رفع المساجد، وهذا الرفع يشمل نوعين من الرفع، رفعها حسة تشييدها وبناءها والشفاء عليها. ولله جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب. لاحظ الدور هنا قال العلماء المراد بها هو أماكن تجمع الناس، القرى والمدن والعواصم، فذلك هو. وبعضهم فسرها بأن فعلا ينبغي الإنسان أن يتخذ في بيته مسجدا، أي مكان للصلاة، ينير بيته من خلال الصلاة ومن خلال القراءة، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، فإن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته المكتوبة إلى آخره. لكن هذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معناها ينبغي الإنسان أن ينور بيته بالصلاة والمكان الذي يتخذه، حتى المكان الذي يتخذه من الدار للصلاة يسمى مسجدا. وكان الصحابة يطلبون من الرسول أن يصلي كما من بيوت، صح كما فعلت مليكة. نعم. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لها، قام أنس إلى حصن، قال قمت إلى حصن أنا قد اسود من طول ما لبس. نعم. ثم لبسته قال فقمت أنا واليتيم خلفه وقامت العجوز خلفنا فصلى لنا ركعتين بركة منه صلى الله عليه وسلم. كأنه دشن لهم مسجدا. نعم. ليصلوا فيه وليتخذوا فيه صلاة. إذا هذا الرفع هو الرفع الحسي. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، من بنى لله بيتا بنى الله له مثله، بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. وحيه فعلا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مشاركا. وحتى فيه رواية ولو كمفحص قطعات لبيضها، وفعلا إشارة يقول أن أصدق الحيوانات القطة وأودعها وأكثرها سكينة وأدقها. فينبغي أن يكون ما أضعه المسجد أن يكون من كسب حلال وأن يكون بنية صادقة. وكذلك هناك تشييد بناء آخر وهو نظافة المسجد. سنأتي إلى هذا. نعم. قبل ذلك سندخل موضوع مكانة المسجد. طبعا معروف أن أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو بناء المسجد. ترون أن ذلك كان ترتيبا للأولويات، أن له صلة بمهمة المسجد، وهو في ذلك الوقت طبعا مقر إدارة وتنظيم، ورسوله هو المشرع وهو المؤسس. طيب بالنسبة لفعلا كلا الأمرين، كلا الأمرين، فالمسجد لما كان هو أهم مكان في الإسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به فوضعه كلبنة أولى في البناء لتأسيس دولة المسلمين. نعم. هذا المكان، ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون فيه دقيقا من حيث الاختيار. وحتى أنه الذين تطوعوا له بمكانه قال ثامنوني على نعم نعم لكنهم أعطوه الأنصار. نعم الأنصار أعطوه وأحبوا أن يأخذوا منه شيئا، ولكن هو فعلا يريد أن يكون هذا المكان خالصا لله سبحانه وتعالى. لا يتعلم إذن لا ينبغي أن نقصر المكان. نعم. يكون المكان خالصا لا شبهة فيه. يا بني فلان هملوني هملوني. نعم. أرضكم. وليت لاحظ على أنه هو حس في البداية أن يكون مكان المسجد خاليا من أي شبه حقوق الناس ومن أي شبه. نعم.